إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده منزل للبيع 180 متر. منزل 180 متر. مباني 105 والباقي مناور وجنينة صغيرة. ده الشارع بتاعنا. الشارع بتاعنا كده زي ما احنا شايفين. وده المنزل اهو. منزل فيه عدة كهرباء باسم المالك. احنا داخلين اهو. دي زي جنينة كده صغيرة. منزل 180 متر سعره 350,000. ده المدخل كده اهو بتاعنا. ده مدخل بتاع البيت كده بتاع المنزل اهو. دخلنا زي صالة كده صغيرة. ده مدخل البيت كده اهوت. ده اول ما دخلنا صالة صغيرة وفي 3 غرف وحمام ومطبخ. ادي اول غرفة. غرفة كبيرة ما شاء الله. غرفة شايلة صالون وانتريه. دي غرفة كبيرة ما شاء الله وكلها فيها شباكين. وادي المدخل اللي احنا دخلنا منه اهو. ودي غرفة رقم 2. هو المنزل دور واحد ارضي بس. دي بلكونة كده صغيرة. دي فراندا كده على مدخل البيت. البيت 180 متر صافي. الأرض كلها 180 متر. سعره 350,000. وادي الغرفة اهي رقم 2. كده احنا صورنا غرفتين. تعطونا الحلقة. وكده صورنا الفيديو. دي الغرفة رقم 3. الغرفة رقم 3 زي ما احنا شايفين. دي الغرفة الرئيسية. شباك برضو على الشارع. شباك على الجنينة صغيرة كده اللي هي بتاعت البيت اللي هي حوالين البيت. وده منور أو ممر تبع البيت برضو بتاعنا. ممر ده تبع البيت بتاعنا برضو زي حرم كده. يبقى كده دي غرفة رقم 3 أو 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ. مطبخ كبير جدا. ده المطبخ. مطبخ كبير ما شاء الله. مطبخ يعتبر أوضة كبيرة. مطبخ كبير برضو على منفذ المنور ده اللي هو الممر ما بين البيوت هنا. المطبخ ده تقريبا من 3.5 × 3.5 يعني. والحمام بتاعنا
ده الحمام كده زي ما احنا شايفين. يبقى كده غرفة رقم واحد اهي، نعتبر دي غرفة رقم واحد، الغرفة الرئيسية والحمام والمطبخ. وادي المدخل اللي احنا دخلنا منه. وادي الصالة اهي زي ما احنا شايفين. ودي غرفة رقم اتنين اهي. ودي غرفة رقم اتنين. ودي الغرفة الرئيسية اهي. كده احنا صورنا كل البيت. ودي المدخل اهو. كل ده تبعنا. كل دي طبعنا. كل دي تبعنا يعني زي جنينة صغيرة كده. البيت ده 180 متر، مباني 105 والباقي جنينة. مية وتمانين متر، 105 متر مباني والباقي كله جنينة. سعره 350,000، في عداد كهربا فقط. مكانه في العجمي الصفا قبلي. ده المدخل اللي دخلنا بتاع البيت بتاعه.